السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف بقيتم؟ مزيان؟ صحة لاباس؟ أحوالكم مزيانة؟ نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم وصفة خاصة. شنو هي هذه الوصفة؟ هانتوما كما تشوفوا مخ ديال العجل. إذا أول حاجة باش نطيب هذا، باش نوجد نحضر هذا الوصفة الرائعة الخاصة الشهيوة هذه، إذا خاصني أول حاجة نقي هذا المخ. يعني العديد منا ما تعرفش طريقة يعني تنقية هاد يعني المخ، هاد المخ. إذا نوريكم طريقة سهلة تساعدكم على تنقية أو لا خاصني نصفي نحيدلو هاد العروقة. إذا شنو خاصني ندير باش تجيني طريقة سهلة مهلة؟ غادي نديرو تحت الماء، غادي نديرو تحت الماء. إذا تنقيه قبل ما نسلقو، أما لا سلقته فراه صافي، ما تبغيش تيجي تسعار. إذا هانتوما إذا الماء تيكون قليل، لاحظوا معي شو الطريقة، يعني سهلة جدا. الماء تيكون بارد من روبيني، ما ديال روبيني، تنحاول بحال يعني تنحيلو ديك الجلدة الفوقانية، تمشي معاه شوية بشوية حتى تنسالي كامل، وغادي نوريكم النتيجة اللي حصلت عليها في الأخير. تمام، تما مشي معاه كامل شوية بشوية. عاد من بعد في هاد الأثناء كان هذا مخيط، فهو بنفس الطريقة إذا إلا سلقناه بغينا نحيدولو عاد نحيدولو ديك العرق عاد، يعني إلا كوش الفوقانية فراها يعني الأمور تتعقد، ما تتصعب هاد المرحلة هادي، ما تبغيش تحيي. أما هكا تيكون باقي طري تنديروه تحت الروبيني، يعني تتكون العملية سهلة جدا. كما قلتلكم في هاد الأثناء راني رادة الماء تيسخن، غادي نسلقو ضروري. المرحلة الثانية هو غادي نسلقو نميها الماء، خلاص غير الماء غادي نديرو في الكاسرونة، وغادي ندير عليها الملحة والخل، الخل باش يحيد ليا الزفورية ديال هاد المخ. عاد من بعد نطيبو كيما بغيت، إما بالشرمولة ديال الحوت والبيض أو لا بمطيشة، كل واحد وطريقة ديال التحضير ديالو ديال هاد المخ. هانتوما تتشوفو مجهدة هنايا. إذا هانتوما العملية تقريبا استغرقت واحد 3 ديال الدقائق، يعني حيدنا، لاحظوا ما بقاتش فيه والو، سبحان الله العظيم. ها هو المخ ديالنا خالي من هذوك، لان علاش نحيدوا ديك لاكوش الفوقانيه اللي فيها يعني العروق الدمويه ديالو؟ باش ما تيجيش كحل في يعني في الطياب، تيكحالو في الطياب. اذا هنا حصلت على مخيخ ديال العجل طري خالي من العروق ديالي. هما العروق ها هما هنايا كلهم، سبحان الله العظيم. دابا في هاد الاثناء كما قلت لكم، في هاد الاثناء هنا دايره الماء تيسخن حتى تيغلي مزيان، وغادي ندير فيه غادي نزيد له الخل والمليحه، وغادي نردو يتسلق. دا الماء هو تيغلي، إذا الماء بعد ما غلى الماء مزيان، إذا غادي نرد المخيخ ديالي يتسلق. ها هو غادي يتسلق تقريبا واحد المدة ديال 10 دقائق. هاد الماء راني ضفتلو مليحة وضفتلو الخل، إذا غنخليه يتسلق قلنا المدة ديال 10 دقائق، زدت الملحة وزدت الخل، هداك الخل باش يحيدلو الزفورية ديالو. واحد الملاحظة، منين بما انني دابا راني سلقتو يعني ما تيوجد حتى تقريبا لمده 10 دقائق،
دقائق حتى تطلع لو هذيك الكشكوشه غادي نوريها لكم من بعد. بعد ذلك تكون موجده القيمه ديالي كما قلت تويمه قزبور اللي بغى يعني كل واحد تيبغي الطريقه ديال الطهي ديالو. دابا نوريكم الطريقه ديالي وغادي في الوقت ديال الطهي ديالو صافي يعني تيكون ديك الساعات راه واجد غير تنشحر هذيك البصيله الا كنت دايره شي بصيله تويمه وهاد مع داك القزبور ولا معدنوس تنشحرهم مزيان وتنضيف له هاد المخ اللي هو مسلوق ديجا يعني وتياخذ مني هاد العمليه تتاخذ مني ما كاملاش 5 دقائق يعني ما نزيدش نطيبو بزاف راه مسلوق واخد الطياب ديالو الكافي صافي. فاش نزيدو مع القامه يعني بضع ثواني فقط وتيكون عندي المخ جاهز للاكل وبصحه وراحه. اذا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نوريكم طريقه التقديم ديالو. اذا هانتوما كما تشوفوا هي طلعت الكشكوشه. اذا تنزيدو باش يعني هذا تيدل على ان المخ ديالنا صافي تسلق وتنزيد باش نزيد يعني نحيد الشك ونتاكد تندخل الفرشيطه ديالي باش ما تنحش به لازيج يعني راه شاد راسو مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ اذا ها هو واجد غادي نطفي العافيه وغادي نكب عليه نخوي عليه الماء. اذا هانتوما غادي نخوي عليه الماء نحيد هذيك الكشكوشه كامله ودابا غادي نصبه. اذا هانتوما انا صفيت المخيخ ديالي تبارك الله ما شاء الله ها هو جاهز باش غادي نخليه يتصفى من هذاك الماء. ها هو الماء غادي نحيدو ياك وغادي نصفيه. دابا غادي ناخد باش نحضرو غناخد هاد القرطه وغادي نقطعو الى يعني اجزاء صغيره طريفات صغار وعاد غادي نزيد له الثومه والمعدنوس ولا قزبور اللي عندي وشرو يعني والقامه ديالي تحميره كمون مليحه نعم. ومن الاحسن غادي نشحر هادشي كامل من الاحسن نزيدو عليه الا كانوا بيضات بلديين كان افضل. اذا هاد الطبق تيتواتى معاه البيضات بلديين. اذا هانتوما معايا حتى نكملو هادشي. اذا هانتوما انا قطعتو ما يعني تحاولوا تخليوه طريفات كبار ماشي كاع طحنوه يعني باش يبات يبقى باين المخيخ ديالي. دابا غادي نزيدلو العطريه وغادي نخلط هادشي كامل وغادي نخليه يشرب ديك العطريه تقريبا يعني واحد المده ديال نصف ساعه. كان هانتوما تقريبا واحد نص معلقه ديال غنزيد له دابا نص معلقه ديال الملحه وغادي نزيد شي ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه اللي هي محكوكه معلقه ديال التحميره بابريكا اولا كما كنقولوا لها الشاونيه فلفله حمراء ثم الكمون جا تقريبا يا الابزار فلفل اسود راس معلقه ديال فلفل اسود ثم اللي بغى تزيد الكمون نص معلقه نعم ديال الكمون وغادي نزيدو زيته بلديه باش غادي نخلطوا هاد القامه كامله بالزويته بلديه وغادي نحكها هما عندي ثلاثه يلا شويه كل واحد على قياسه شويه ديال الزويته زيت العود اولا زيت البلديه. هما عندي ثلاثه ديال الدريسات اولا جوج دريسات على حسب الاختيار ديالكم غادي نحكهم وغادي نزيدهم مع هادشي وغادي نزيد حتى معدنوس وشويه ديال القزبور وغادي نخلط كلشي. اذا هانتوما تتشوفوا ها هو المخيخ ديالي بعد ما خليته تقريبا واحد المده ديال 4 ساعات على حسب الوقت اللي عندي 4 ساعات ثلث ساعه حتى نص ساعه خليته تيشرب هذيك القامه. هنا درت المقيله درتها سخنات مزيان وعاود درت فوقها واحد شويه ديال زويته زيت العود وغادي نشحر
ما كاملاش ما غنتجاوزش 5 ديال الدقائق. غير الا بغيتو غير يشرب ليا لانه هو ديجا مسلوق يعني ديجا طايب، بغيتو غير يشرب ليا هذيك القامه اللي درت له هذيك يعني العطريه اللي درت له. اذا غادي نخليه يتشحر تقريبا 5 ديال الدقائق وما نكثرش عليه بالتحرك باش ما غاديش يفقد الصوره ديالو، يبقى بشكله. اذا 5 ديال الدقائق او ماكسيموم وغادي نطفي عليه وغادي نوريكم الشكل النهائي. ديك الساعات كاين اللي تزيد يعني ممكن انا وجدته بهذه الطريقه، ممكن نتوما ديروا له كاين اللي تزيد عليه البيض، انا تا يعني تا حنا تنبغيو تنزيد عليه البيض، كاين اللي تدير له مطيشه ديال مطيشه تيحكم مطيشه ويزيد عليه، كل واحد الطريقه. المهم هذه هي لا باز وانتوما قدموه بالطريقه اللي بغيتوا. يلا هانتوما معايا، بقاو معايا تنقدم لكم الشكل النهائي ديال هاد الشهيوه الغزاله اللي تنبغيو ندوقوها مره مره. اذا هانتوما تتشوفوا كما قلت لكم بعد مرور تقريبا 5 دقائق، اذا ها هي شهيوتنا، ها هي وجدات. اذا تاكلوها بصحيحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اذا الى عجبتكم هاد الوصفه نتمنى انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء مع الاحباب ديالكم. خليو لينا لايك، خليو لينا تعليق، تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا. اللي بغيت نوريكم كي داير هانتوما، يعني كنقول لكم ما تحركوش باش تخليو الطريفات ديال المخ باينين. اذا هانتوما نتمنى انه يجي باين، الطريفات ديال المخ يكونوا باينين واضحين. اذا تيكون شارب العطريه مزيان، يعني تنحسوا به انهم بالزر مزيان وتيجي لذيذ، وفي نفس الوقت يعني ما تنعجنوش، يعني تبقى محافظ على الشكل ديالو. نتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله بحول الله. يلا خليتكم على خير، صبحوا على خير.